بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا حبايبي بنستكمل التصوير في محل النجم للأزياء. بصور لكم بإذن الله ملابس الأطفال البناتي والولادي. أحب أذكركم بأنه السعر هنا في هذا المحل سعر موحد 20 ريال للقطعة. خلاص يا حبايبي صورت لكم أيضا القسم النسائي، يا ريت ترجعوا له في الفيديو السابق. ولادي عدة موديلات، هذا موديل أربع ألوان مقاسات من شوي أخي 12 سنة، شوي أخي من سنتين ل 12 سنة، عدة ألوان على أبيض على أصفر على أسود على عنابي. هذه حرشة هنا قطعة واحدة؟ قطعة واحدة بس كانها قطعتين تمام، قطعة واحدة يعني من دون البنطلون. أيوة. لا هذه بلاز بس. شوفوا يا حبايبي خلاص هذه قطعة واحدة بلوزة ولادي، خلاص شوفوا هنا هذه قطعة بلوزة ولادي لحالها، عدة رسمات عدة موديلات من عمر كم لكم؟ من سنتين ل 12 سنة. من سنتين يا حبايبي قسم الولادي لين 12 سنة، والبناتي؟ البناتي بنقلها على 12، نفس النمط نفس الطريقة. طيب هذا موديل آخر قطعتين ولادي يا حبايبي، البلوزة قطعتين قطعتين مع الجاكيت، يعني نفس البدلة مع الجاكيت. خلاص حبايبي في منها ألوان رصاصي والأبيض على كحلي والأسود على هذا اللون أيضا اصفر، وهذا اللون ايضا راس حبايبي هنا كمان. هذا فيه غطاء للراس ولا معطبي مع ال... شوفوا يا حبايبي هذا الموديل غطاء للراس، اربع الوان بس يا حبايبي اربع الوان. يلا تفضل. اريها موديل اخر ولادي ثلاث الوان، الاصفر والرصاصي والكحلي، مقاسات من 2 ل 12 من سنه من 2 ل 12 ارقام يا حبايبي. خلاص هذه البلائز، شوف يا حبايبي ايضا هذا الموديل، هذه رسمه ثانيه مشكله. طيب وهذا موديل اخر برضه بلوزه نفس الطريقه، قطعه واحده على قطعه واحده البلوزه يا حبايبي، الوان اسود وابيض، بعضها تكون ابيض. خلاص حبايبي وهذه الاصفر، هذا ايضا موديل آخر. وهذا موديل اخر كحلي وابيض واسود. خلاص حبايبي وهذا طيب كمان نشوف هنا آخر. كمان وهذا موديل اخر برضو احمر وابيض على ابيض على اسود رصاصي. حبايبي الوان مختلفة، اي موديل في منه الوان مختلفة. طيب وهذه كمان نفس الطريقة، اليها برضو بلوزة ولادي اديداس. ايوه تفضل ارفع صوتك. ثلاثة الوان، أيوة. ابيض على اسود على اصفر، الموديل الاخر اصفر على رصاصي على اصفر غامق. بعد كذا اليها كمط طويل، شوف الحبايب لوزه كم طويل، جيشي كمط طويل، كم طويل جيشي، هذا الجيشي هنا قطعتين صح؟ قطعتين مره واحده ملصوق يعني مع بعض، يعني حبايبي البدله مع الجاكيت هذا اللي ملصوق مع بعض. خلاص يا حبايبي هذا ملصوق مع بعضه؟ أيوة. جاي كانه قطعتين يا حبايبي بس لا هو قطعه واحده. خلاص تفضل. اليها برضه الكم طويل مع القبعه. شوف حبايبي هذا الموديل بغطاء للراس. احب اذكركم ان السعر هنا سعر موحد 20 ريال لاي قطعه. خلاص حبايبي من سنتين ل 12 سنه، من سنتين الى 12 سنه بالنسبه للولادي. شوفوها ايضا هنا جاكيت لحاله، هذا حبايبي جاكيت بدون اكمام مع غطاء للراس، لونين راس حبايبي هنا في لونين معانا، الرصاصي اللون الرصاصي واللون الاصفر ده. لحظه نشوف الموديل اللي بعده يا حبايبي، هذا كم طويل مع القبعه، شوفوا لكم طويل مع قبعة سادة وفي على لون رصاصي، في لون رصاصي هذا حبايبي رسمة ميكي ماوس، لونين الأصفر والبيج. شوفوا اللونين البيج والرصاصي، البيج والرصاصي. خلاص حبايبي نشوف الموديل اللي بعده، هذا كم طويل برضو هنا كم قصير، واللي بعده كم طويل قطاء للرأس، مقاسات من 2 ل 12 مقاساته من 2 إلى 12. هذا بلوزة برضو ولادي على ألوان حبايبي، هنا اكمام قصيره الوان مختلفه. نشوف حبايبي الموديل اللي بعده تفضل، نفس الموديل اديداس نفس الالوان نفس المقاسات 2 ل 12، وهذا الموديل الاخر على لونين ابيض وكحلي، اديداس ابيض على اسود، اديداس حبايبي هذه رياضيه لوني مشكله. شوفوا حبايبي الالوان خلاص واضحه منقاوي، هذا الولادي بالنسبه للولادي. شوف حبايبي هنا انتقلنا لقسم البلاطين الولادي، هنا الترنجات. شوف الترنج الاول بمغاطي حبايبي وعليه هذه الرسمه المطبوعه رسمه الصح،
عندنا الأساور في النهاية عند الأقدام. بدي أقول لكم من هنا المقاسات تبدأ من 30 إلى 36. خلاص حبايبي نشوف الموديل الثاني. شوفوا الموديل الثاني أيضا بأستك عند الوسط. هذه الترنجات يا حبايبي من دون لا أزارير ولا سوسد. شوفوا هذا الرباط عشان تزموا فيه الوسط. عندنا يا حبايبي هنا جيوب في الناحيتين لكن مسكرة بسوسد زي ما انتم شايفين. الجهة اليمنى الجهة اليسرى أيضا سوسد تكفل الجيوب. عندنا هنا الرسمة يا حبايبي والكتابة وتنتهي بأساور عند الأقدام. حبايبي هنا هذا الترنج أيضا في جيوب كده بسوستة. خلاص حبايبي المقاط والحزام هذا عشان تزموا فيه. شوفوا أديداس. وخلاص في النهاية إسبر عند القدم. نشوف الموديل اللي بعده. زي ما قلت لكم المقاسات تبدأ من 30 إلى 36. شوفوا الموديل اللي بعده يا حبايبي الأستيك. وهذه إشارة إشارة الصح. ومن تحت كده بإسبرة عند الأقدام. خلاص حبايبي نشوف كمان الترينج الأخير. شوفوا هذا اللون لون الكحلي نفس النظام السوستة. الجيب بسوستة يا حبايبي. خلاص خلاص حبايبي شوفوا نفس الشيء بإسبرة عند القدم. خلاص هذه كلها ترينجات ما فيها حبايبي لا زارير ولا سوسات. خلاص كلها بأستك. خذ لكم كده لقطة عليها. خلاص حبايبي يلا تعالوا نشوف شيء ثاني. شو حبايبي هنا البلاطين الولادي انا قلتها والله عشان اصورها لكم بوضوح. شوفوا يا حبايبي هذا البنطلون جايكم كده بالاستيك وبهذا الرباط عشان تحددوا الوسط. هنا يا حبايبي جيوب. خلاص حبايبي طبعا في منه مقاسات هنا الارجل بدون اساور. نشوف الموديل اللي بعده. خلاص حبايبي نفس الشيء استيك ورباط الجيوب في الجهتين. هنا في جيب في النهاية. وعندنا المقاط عند الأقدام. نشوف الموديل اللي بعده حبايبي أيضا نفس النظام. خلاص حبايبي الجيوب والأستك عند الأقدام. نشوف اللي بعده حبايبي بس بوريكم الزخرف اللي عليه. شوفوا الجيوب أيضا. شوفوا الزخارف اللي عليه. المقاط عند الأقدام. خلاص حبايبي هذه الناحية واضح الموديل. هذه في منها مقاسات. يلا تعالوا نشوف موديلات ثانية. شو حبايبي ايضا هذا الموديل هذا ولادي طبعا. والجيوب نفس الشيء بالوسط بأستك. هنا يا حبايبي ما في لا سوسته ولا شيء. هذا مجرد حلية. هذه الحركة تراها حلية. هنا يا حبايبي الجيب اللي في الأسفل. شوفوا الرسومات طبعا. وعند الأقدام هذا المقاط. نشوف الموديل اللي بعده. شوفوا حبايبي شوفوا الرسومات نفس النظام. خلاص حبايبي المقاط عند الأستك عند عفوا الأستك أو المقاط عند الأقدام. تعالوا نشوف الموديل اللي بعده. خلاص حبايبي جيوب نفس الشيء أستك في الوسط والرباط والمقاط عند الأقدام. خلاص حبايبي والجيوب السفلية هذه. نشوف اللي بعده. خلاص حبايبي هذا الجيش اللي يحب هذه النقشات. نفس التفصيل نفس التفصيل حبايبي. الجيوب جيوب في الأعلى وفي الأسفل نفس الشيء. هنا حبايبي هنا ما في سوستة. خلاص هذه الحركة مجرد إنها زينة ويتربط نفس الوسط عشان الطفل زي ما قلت لكم الطفل دائما يتغير مقاسه بسرعة فممكن توسعي وممكن تضيقي. خلاص حبايبي أي شيء من هذه الأشياء حبايبي في منه مقاسات. شو حبايبي أيضا هذا الموديل الولادي. بالنسبة لفوق نفس الشيء حبايبي نفس النظام بس بوريكم هنا انه في جيبين حبايبي جيبين زي ما انتم شايفين. هذا الرياضي حبايبي نفس الشيء مقاط. خلاص حبايبي في منه ايضا درجة فاتحة نفس الموديل حبايبي ده في منه درجة فاتحة. خلاص حبايبي كده واضح. نشوف يا حبايبي الموديل اللي بعده نفس النظام نفس النظام حبايبي. وهنا هذا الجيب شوفوا الزخرف اللي عليه والزم المقاط عند الأقدام. شوفوا يا حبايبي هذا الموديل كده شوية مميز. شوفوا يا حبايبي من فوق نفس الشيء لكن هنا في حركة كده عند الركبة. خلاص يا حبايبي هذه الحبال شوفوا كيف اللي مسوية كده موديل حركة حلوة. خلاص وهنا المقاط نفس الشيء. بدي أقول لكم إنه هنا في سوستة يا حبايبي
هنا هذه سوسة تفتح لكن هي حلية خلاص حبايبي، ما في جيب هنا ولا اي شيء. خلاص الحين يعني اكون كده صورت لكم كل الموديلات بالنسبة للبلاطين الولادي. يلا تعالوا نشوف شيء تاني. شوفي حبايبي هنا هذه البدلة الولادي قطعتين. خلاص حبايبي البدلة القميص ومعاها برمودة هنا بالنسبة لهذا الموديل. شوفي حبايبي الجيوب. خلاص دوروا هنا وراه حتلاقوا موديلات اخرى. خلاص حبايبي انا اوريكم كده على السريع. شوفوا هذا الموديل حبايبي باللون العودي والاسود. شوفوا شوفوا الحركة اللي في النهاية ايضا قطعتين حبايبي كده. شوفوا البنطلون. خلاص حبايبي هنا المقاسات من 2 لـ 12 وزي ما قلت لكم اي قطعة هنا بـ20 ريال. هذا المكان يبيع سعر موحد. خلاص حبايبي هذه البدلة. شوفوا الجيب اللون الاصفر والاسود. ايضا هنا بنطلون حبايبي بنطلون باسورة ومغاط. خلاص حبايبي 20 ريال. في الموديل اللي بعده نفس الشيء حبايبي من دون جيب هنا. شوفوا البنطلون ايضا. خلاص حبايبي هذا القماش من الاقمشة اللي تمط. خلاص يعني استوعب مقاس اكبر. خلاص حبايبي شوفوا هنا ايضا نفس الشيء البنطلون نفس الموديل. خلاص حبايبي شوفوا هنا ايضا هذا اللون باللون الرصاصي الغامق. خلاص حبايبي لون عودي. نشوف البنطلون. شوف البنطلون كيف حبايبي البنطلون يعني عاكسين الاقمشه. خلاص حبايبي هنا باللون الرصاصي مخطط بالعودي والبدله بالعكس. طبعا الارجل باساور زي ما انتم شايفين. هنا باستك وبدال الحزام عشان يحدد الوسط. شوف حبايبي ايضا موديل اللي بعده اكمام قصيرة. طبعا هذه البدل كلها اكمام قصيرة لون وتقريبا ما هو اسود يعني ايش اقول لكم تقريبا جاي رصاصي غامق اغمق درجة مع البنطلون. شوف حبايبي هنا بنطلون الاصفر. خلاص حبايبي قاسات. نشوف اللي بعده. شوف حبايبي بالنسبة لهذا الموديل ايضا البدلة اكمام قصيرة هذه الحلية عليها من المنتصف. نشوف البنطلون بنفس لون الحلية ما هو بنطلون هنا حبايبي برمودة. خلاص نفس الشيء تشد كده عشان يجي على مقاس الوسط. خلاص حبايبي شوف حبايبي الموديل اللي بعده هنا نفس الشيء بدلة اكمام قصيرة. شوفوا البنطلون ايضا نفس النظام استك حزام يشد. خلاص حبايبي والاسبرة عند الاقدام. في حبايبي هذه كلها نفس النظام. خلاص عشان ما اطول عليكم. خلاص حبايبي هذه كلها بلاطين طويلة. شوفوا الموديلات الالوان. خلاص حبايبي هنا 20 ريال. مدام جاتكم البدلة كده قطعتين خلاص هي بـ20 ريال. اللي وريتكم هي في البداية مرة كانت يعني فقط الجزء العلوي. خلاص تقولوا له بلوزة او تقولوا له ايش المهم انها كانت قطعة واحدة. هنا حبايبي قطعتين. خلاص خلاص حبايبي مقاسات مختلفة. شوفوا هنا ايضا هذه الرسمة هنا كمان. واسف اني بقرب الكاميرا لانه زي ما قلت لكم السبب ان ورايا يعني كومة ملابس. شوفوا حبايبي خلاص مقاسات من 2 إلى 2 من 2 لـ 12 سنة. طيب تفضل هنا يا حبايبي قسم البناتي. هذا كم طويل على ثلاث الوان رصاصي البيض الاسود. شوفوا حبايبي هذا الموديل شوفوا عن قرب. خلاص حبايبي هنا قطعة واحدة البلوزة واضح موديلها ثلاثة الوان رصاصي والاسود والسكري او البيج. ننتقل للموديل الثاني. في حبايبي الموديل خلينا كده نشوفه. في حبايبي الموديل واضح لون كحلي من 2 لـ 12. خلاص حبايبي اللون الكحلي شوفوا شو موديله. بس هنا بسحابي حبايبي ومطاط عند الوسط وربطة كمام طويلة تقريبا او حيرانة. شوفوا هنا ايضا مشابه له ده الموديل حبايبي على زرائر وكم حيران. ايوه الازارير هنا حبايبي حلية. خلاص شوفوا الاكمام كيف والكلفة اللي عليها. بس حبايبي تفضل ليها
نشوف البلوز السادة. البلوز الصفر هذه أكمام قصيرة، تفضل. قصيرة من 2 ل 12، لونين حبابي، الألوان البرتقالي واللون الأصفر. أوريهم الزخرفة حبابي، هنا الزخرفة، شوفوا هنا برضو هذه الحركة في الجنوب. بوريكم الزخرفة الموجودة على هذا اللون. طيب نشوف اللي بعدها، البدل الثاني على شكل على اللون هذا حبابي، لون أبيض والزخرفة مشكلة. شوفوا نوريهم كمان اللي وراها بالله، شوف حبايبي الزخرفة بتكون مختلفة. أقرب لكم الكاميرا، شوفوا صراحة إنها شيء حلو. شوف حبايبي هنا أبيض وأسود، خلاص تيجوا أنتم بنفسكم بإذن الله. هذا اللون الآخر، هنا اللون الفوشيا حبايبي أيضا، شوفوا زخارف مختلفة، أكمام قصيرة. والأبيض هنا أيضا ده الموديل على حركة في الأكتاف، شوفوا الحركة هذه اللي في الأكتاف حبايبي، الكم الساقط هذا. الموديل الأبيض شوفوا البرتقالي، بس حبايبي زخارف مختلفة. أريكم هي على القرب أيضا. شو حبايبي الموديل اللي بعده، تفضل. هذا اللون، اللون الكموني. إيه؟ هذا اللون عندك على أصفر وعلى حبايبي. اللون هذا وعلى اللون العنابي حبايبي. هنا شوفوا كيف الموديل تزمن الوسط، هذه الأزارير تتفتح خلاص يا حبايبي. شوفوا منه ألوان، اللون الأصفر واللون وهنا العنابي. اللون العنابي اللون الترابي هذا القمري. شوفوا اللون هذا أيضا درجة من درجات البني. شوفوا حبايبي هنا زخارف، ايوه في الكم وفي الصدر زخرفة مع اللياقة. شوفوا حبايبي واضحة، إن شاء الله تكون واضحة لكم. اللون الأبيض واللون الأصفر طبعا مقاسات حبايبي، اللون الأبيض واللون الأصفر. طيب نشوف وليها مودين هذا الفوشي، ايوه من 2 ل 12 على الزخرفة بالكم، ايوه مع كشكشة كرانيش يا حبايبي في الكم وأزارير. شوفوا تتفتح هذه الأزارير، تتفتح ولا لا ما تنفتح؟ هذه حلية، وشوفوا الربطة اللي في الوسط. طيب نشوف اللي بعدها، بلوزة بناتي كم طويل على أيوة. ربطة في النص، أيوة. منقطة ونقطة نقيطة كبيرة ونقطة نقيطة صغيرة حبايبي. نفس الموديل، نفس النمط، نفس التفصيلة كلها حبايبي الألوان. بس الفرق انه اللون الأسود كده عليه الدوائر بتكون كبيرة. طيب نشوف اللي بعدها، هذه بلوزة بناتي على ربطة لونين، اللون أيوة. الأصفر واللون الرصاصي. اللون الرصاصي أكمام قصيرة، أكمام قصيرة على ربطة في النص. مقاسات بعدها يليها بلوزة جينز على شكل النمري، كم طويل على خط في الريدين، ايوه وتتفتح بسستة يا حبايبي بسستة. لو هي واضحة عندكم تفضل. اللي بعدها هذا الموديل برضو على جينز بس لون هذا اللون، ايوه اللون الوردي يا حبايبي. بحزام كده تربط من النص ينزم عشان تحددوا الوسط، خلاص يا حبايبي. تعال نشوف شيء ثاني هنا يا حبايبي، حيران شوفوا هذه البلوزة مع الكركشة في حبل في النص، ايوه رباط النص حبايبي، يتزم ايضا نفس الشيء، نفس النم لونه ابيض، لون ابيض. نشوف اللي بعدها، هذا بلوزة بناتي لونين، اللون الاصفر واللون ارقملي، ايوه واللون الكفي او ايش تقولوا لي حبايبي. لون المقاسات هنا بأزارير حبايبي، والربطة هذه زي ما انتم شايفين كم حيران تقريبا. نشوف اللي بعدها، بلوزة بناتي لون الجملي واللون الابيض، لون الجمل او الكفي واللون الابيض، نفس الموديل خاص حبايبي. شوفوا الازارير، ازارير تتفتح صح؟ ازارير تنفتح، ايوه ونفس هذه حبايبي، شوفوا تقدروا كده تحددوا الوسط خلاص حبايبي. طيب نشوف اللي تحت، بلوزه قطعتين بناتي هنا يا حبايبي، قطعتين شوفوا القطعه اللي جوا كده بكم قصير خلاص حبايبي، والجاكيت اللي في الخارج أكمام طويلة عندكم نفس الشيء. شوفوا تقدر تحددوا الوسط بهذا الحزام خلاص حبايبي. هنا أي قطعة زي ما قلنا لكم 20 ريال، أي قطعة في هذا الدكان 20 ريال خلاص حبايبي، عشان اللي بيسألوني. شوفوا حبايبي هذه البلوزة الحلوة بأكمام طويلة بإسورة وإزرار، شوفوا الجيوب الحلوة دي جاية، إيه نقشة القطة، الفيونكة الحلوة هذه، شوفوا صراحة مرة شيء حلو، جيبين بس حبايبي برقبة مدورة. بوريكم هي من الخلف، شوفي حبايبي من الخلف بإزرار خلاص حبايبي. هنا في منها مقاسات نفس اللون لكن أنا شايفة مقاسات بس حبايبي. بوريكم أيضا هنا على السريع هذه البلوزة، شوفوا رسمات القطط اللي عليها
بأزارير. هذه الأزارير تتفتح حبايبي أيضا أزارير وإسبرة. الكم تقريبا والله تقريبا طويل أو حيران بس حبايبي باللون الأبيض، والحزام هذا اللي نشد عشان تحددوا الوسط. أيضا عندنا اللون الجنزي حبايبي، بعيد والله علي بس إيه زي ما أنتوا شايفين بسستة من الوسط خلاص حبايبي. والكولة هذه الصيني، وشوفوا الأكمام أنا شايفته هنا بمغاط وزم خلاص حبايبي، تقريبا كم حيران خلاص كده. شوفي حبايبي هنا قسم البلاطين، ايوه تفضل. بلايز من طرون ناتي من 2 ل 12 على حركتين ولونين فاتح وغامق. شوفي حبايبي هذا موديل، بالنسبه لهذا الموديل شوف شيل شوفي حبايبي اوريكم الزخرفه اللي عليه خلاص، في جيوب وازارير سسته هنا درجتين خلاص من حبايبي. من 12 من سنتين الى 12 سنه، الين 12 سنه. طيب نشوف الموديل اللي بعده. هذا الموديل اللي بعده لون واحد من سنتين الى 12 على كتابات زخارف. شوفوا حبايبي الزخارف، اوريكم الزخارف ايش رايكم فيه. ايضا جيوب وغامل. ايضا جيوب هنا في سسته ولا لا؟ هنا حبايبي من دون سسته خلاص بالربطه هذه والمقاط اللي على الوسط فاتح وغامق. طيب لونين. شوفوا هنا في فاتح وغامق خلاص حبايبي. الجنز يعني دائما يجيكم درجات. نشوف الموديل ده اللي بعده. شوف حبايبي بوريكم الحركة اللي في نهاية الرجل. شوفوا هنا أيضا من دون سستة حبايبي، هنا بمطاط برضو هذا الحزام يتشد خلاص حبايبي. شوفوا الجيوب الموجودة، شوفوا الزخارف بوريكم، هي نزلت لكم بس عشان تشوفوا حبايبي. شوفوا الزخارف الموجودة عند الأقدام خلاص. يرضى عن شوف شيء ثاني كل الحركة هذه. شوف حبايبي شوفوا ايضا هنا هذا الموديل خلاص من سنتين الى 12. شوفوا الزخارف اللي عليه حبايبي خلاص كده. هنا ايضا ما عندنا يعني هنا سسته، لا مجرد المطاط هذا حبايبي والجيوب خلاص. بيقول لي صاحب المكان انه نفس الشيء المقاسات من سنتين الى 12 سنه. يلا تعالوا نشوف موديل ثاني. شوف حبايبي هذا الموديل ايش رايكم فيه. شوفوا شوف الزخارف اللي عليه هنا حبايبي، ايضا مطاط، وهنا عندكم الجيوب بس حبايبي نفس الشيء بالنسبه للمقاسات. نشوف اللي بعده حبايبي ايش رايكم فيه. ايضا هنا من دون سسته بس حبايبي نفس النظام بالجيوب. شوفوا ايضا الحركات اللي تحت كده بس حبايبي. حبايبي ايضا هذا الموديل، شوفوا الزخارف اللي موجوده هنا نفس الشيء من دون سسته عندنا بجيوب خلاص حبايبي. طيب نشوف هذا كمان حبايبي، هذا بسسته وازرار ايضا. شوفوا الجيوب اوريكم الحركه اللي فيه خلاص حبايبي، وتجيكم من تحت كده عند الاقدام حبايبي بهذا المغاط خلاص. ايش رايكم حبايبي ايضا هذا الموديل طبعا نفس الحكايه من دون سسته. شوف حبايبي الجيوب، وعندنا هذا التطريز الحلو نهايه تقريبا من عند تحت الركبه حبايبي لين النهايه في هذه الحركه. ايش رايكم فيه؟ شوف حبايبي هنا يعني انا نقلت هنا البجامي البناتي حبايبي عشان اخذ راحتي في التصوير. شوفوا هنا هذه البيجامه ايش رايكم فيها. طبعا يا حبايبي مجال الابتكار في ملابس البنات والنساء صراحه اكبر. شوفوا هنا هذه البلوزه البيج، شوفوا الرسمه اللي عليها حبايبي، معاها البنطلون الحلو ده العودي بدين نقوشات نفس النظام حبايبي، المطاط والحزام اللي يشد والاساور من الاسفل خلاص حبايبي. طب نشوف الموديل اللي بعده هنا، موديل الموفي حبايبي نفس الشيء اكمام قصيره. شوفوا الكتاب والزخرف اللي عليه. طب نشوف البنطلون، شوفوا حبايبي هنا بنطلون بنفس اللون مقاط وجيتكم من دون اساور خلاص حبايبي. نفس الشيء حبايبي اكمام قصيره، هنا اللون الرمادي الفاتح، شايفين النقشات البنطلون حبايبي جاي بنفس اللون لكن ايه جاي كده منقوش خلاص حبايبي. كمان عندنا جيوب هنا،
جيوب في الجهتين. شوف هنا حبايبي ايضا هذا الموديل باللون الزيتوني والزخرفة الحلوة هذه الأرنوبة. ايضا يجيكم البنطلون بلون مختلف، هو مستقينا كده. هذا البنطلون رمادي فاتح جدا وعليه هذه النجمات الحلوة. ايضا في الجيوب من النهاية حبايبي عند الاقدام هذه الاسورة لتحدد مقاس الساق. هنا حبايبي هذه ايضا ايش رايكم فيها زخرفة، بس تلاقوا البنطلون هنا بلون مختلف. بس حبايبي طب نشوف الكيوت اللي بعدها ايش رايكم في هذه البيجامة البيضة. بس حبايبي اكمام قصيرة ايضا، شوفوا هنا بزم خفيف. خلاص يا حبايبي البيجامة جيتكم بلون رمادي فاتح، نفس النقشة لكن لون رمادي فاتح. خلاص يا حبايبي هنا ما أظن ما في لا جيوب ولا شيء. خلاص يا حبايبي بأسورة عند الأقدام. يلا نشوف موديلات تانية. شوفوا يا حبايبي بالنسبة لهذه البجايم تختلف، شوفوا ابتداء من هذا الموديل. خلاص يا حبايبي بتجيكم هنا بأكمام قصير نفس الشيء. شوفوا الكول الحلوة دي، هنا أزارير هتتفتح الأزارير حبايبي. هنا عندنا الجيوب في الجهتين. خلاص خلونا نشوف البنطلون. شوفوا البنطلون يا حبايبي نفس الشيء، اسورة من القدم، هنا ما في عندنا لا جيوب ولا شيء، أيضا نفس النظام. يلا نشوف اللي بعدها. شوفوا حبايبي هذه ملمسها ملمس قطني الاثنين هدول، لاني حوريكم كمان ستان باذن الله. شوفوا نفس النظام يا حبايبي، ازارير والجيوب والياقه الحلوه دي، الاكمام قصيره. شوفوا الزخرفه، بس الاقمشه يا حبايبي تختلف طبعاتها والوانها. خلاص البنطلون نفس النظام. خلاص يا حبايبي نشوف اللي بعدها. بيجامه باللون الاصفر، نفس الموديل يا حبايبي، بس هنا الجيب جاي من الاعلى، اكمام قصيره. طيب نشوف البنطلون. البنطلون يا حبايبي نفس التفصيل. طب نشوف اللون الوردي الحلو ده المنقط. خلاص حبايبي نفس الشيء زي الاصفر. شوفوا الجيب هنا. البنطلون حبايبي نفس النظام. خلاص حبايبي هنا هذه البجايم ايضا نفس النظام، القماش قطن نفس الشيء، اكمام قصيرة، ازارير الى نهاية البيجامة الكولة هذه. وهنا عندنا جيبين حبايبي، والبنطلون نفس البلاطين حبايبي اللي وريتكم هي. شوفوا هنا بس هذه ايه من دون يا حبايبي لا جيوب ولا شيء، هنا اساور عند الاقدام، هنا مغاط. خلاص حبايبي طيب نشوف اللي بعدها، نفس النظام. خلاص حبايبي اي شيء اوريكم، هو على فكره في منه مقاسات والوان ثانيه. خلاص حبايبي هنا الجيب من فوق عند الصدر. شوفوا حبايبي ايضا تتقفل البيجامه بازارير للنهايه، هذه الكول الحلوه. هنا عندنا البنطلون حبايبي مغاط من الوسط. بالنسبة لأسفل حبايبي هذه الإسبرة العريضة. خلاص هذه في منها طبعا ألوان، كل اللي وريتها لكم يعني أغلبها يا حبايبي في منها ألوان ومقاسات. خلاص شوفوا حبايبي هذه البجايم، هذه البجايم أكمام طويلة حبايبي، هذه من الستان. شوفوا شوفوا الألوان والزخارف. هنا حبايبي إسبرة عريضة، هنا الجيب على الصدر. خلاص حبايبي ايش رايكم في الكول الحلوه هذه؟ بوريكم البنطلون يا حبايبي ايضا بمغاط من دون جيوب باساور عريضه عند الاقدام. تشوف هذا ايضا اللون نفس النظام يا حبايبي، نفس النظام. خلاص سواء في البنطلون او الجاكيت، لكن يا حبايبي النقشات والالوان مختلفه. هنا رسمه الكرز اللذيذه، هنا يا حبايبي نفس الشيء ايضا نفس الموديل. خلاص حبايبي نفس الموديل، بس ايه تختلف الالوان وتختلف النقشات. هنا نقشة الاناناس زي ما انتم شايفين. بدي اوريكم الموديل الاخير ده، نفس الموديل لكن ايش اكمام قصيرة. ايضا حبايبي هنا جايكم بشورت. خلاص حبايبي شوفي حبايبي هنا هذا الفستان بقصات حبايبي عرضية وزم، هذا فستان كده بسيط للبنوتات الحلوات، في منه مقاسات. هذه الازارير حبايبي حليه، شوفوا الكم القصير. خلاص يا حبايبي هذه الكرانيش تتسع كل ما نزلنا للاسفل، هي يعني قصات، عارفين قصات يا حبايبي بزم. خلاص طيب بوريكم هنا الموديل اللي في الاسفل،
دي حبايبي واضح بالنسبة لكم، ان شاء الله يكون واضح في التصوير. شو حبايبي هنا عشان لون غامق هنا بوسط بزم، بس حبايبي فستان بسيط كده واكمام قصيرة، الياقة الحلوة دي والازارير زارير تتفتح. خلاص حبايبي في منه، شوفوا زي ما انتم شايفين في منه مقاسات، يعني في اكبر لو عندك مثلا بنات بتطقمي لهم. شوف حبايبي احب اذكركم انه هنا اي قطعة 20 ريال سعر موحد.